بعد الإخفاق في حسم منصب الرئيس، صالح يخاطب المحكمة الاتحادية للاستفهام حول موقفه الدستوري رئيسا للجمهورية. رئاسة مجلس النواب تعيد سباق الرئاسة إلى نقطة البداية، والآمال معلقة بتوافق كردي يأتي مع آخر دقات التوقيتات الدستورية. بعد اغتيال قاضيها، الكاظمي يأمر بتشكيل قيادة خاصة بمحافظة ميسان، والتظاهرات تضرب شوارعها للمطالبة بإقالة المحافظ. ظاهرتنا من أهم مطالبها هي أقالة رئيس اللجنة الأمنية محافظ ميسان بعد فشله 13 سنة. بطريقة الزحف الناعم، البشمركة تعيد ترتيب أوراقها بالعديد من المناطق المحررة، ورفض شعبي واسع لعودتها في نينوى. الموازنة تغازل الواقع العراقي المأزوم، تحذيرات من الاستمرار بتأخير تمرير القانون، والحكومة تؤكد إن المشروع في أدراجها. السلام عليكم. جولتنا الإخبارية نبدأها من آخر تطورات أزمة منصب الرئيس، حيث قدم رئيس الجمهورية برهم صالح طلب تفسير للمحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة اختيار الرئيس. صالح في وثيقة طالب المحكمة الاتحادية بتفسير الفقرة الثانية من المادة 72، حيث لم يعالج النص حالة غياب النصاب القانوني عن الجلسة، ولم يتطرق لموقف رئيس الجمهورية وممارسته لمهامه لحين استكمال بقية متطلبات المادة 70 من الدستور. الساحة السياسية العراقية وما تشهده من حالة انقسام أوصل القوى السياسية إلى انسداد سياسي نتج عنه الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، أدخل البلاد في حالة الفراغ الدستوري، بما دفعت رئيس الجمهورية برهم صالح لتقديم استفسار للمحكمة الاتحادية يتعلق بمهام الرئيس الحالي بعد إخفاق البرلمان. كل ما يجري على الساحة السياسية من تأزم هو حصيلة عدم الاتفاق بين الفرقاء السياسيين، فربما وحده التفاهم والإلحاح فيه قد يوصل إلى نقطة الالتقاء، ومن ثم إنهاء ما ابتلي فيه ساسة المرحلة الراهنة. فالمرحلة الحالية قد تكون هي الأكثر في تزايد الاستفسارات من المحكمة الاتحادية لمواد دستورية صعب على محترفي السياسة فهمها، وأدركوا ضرورة حسم الخلاف عند من يحتكمون إليه. الفراغ الدستوري مؤرق جدا للقوى السياسية، لا خلاف في ذلك، فهي مرحلة تدخل فيه البلاد بعد الإخفاق في انتخاب رئيس الجمهورية الذي كان من المفترض أن يكون قد حسم في السابع من الشهر الحالي. هذا الأرق منح رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح دافعاً بأن يقدم للمحكمة الاتحادية استفساراً حول المادة الدستورية 72 ثانياً، فالنص هنا لم يعالج حالة إخفاق البرلمان في انتخاب الرئيس وطريقة التعامل فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنباً لحدوث الفراغ الدستوري. لكن رئاسة البرلمان الجديد يبدو أنها تحاول الهروب إلى الأمام، فقد أعلنت إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية اعتباراً من يوم الأربعاء في مسعى منها للتلاعب بالمواعيد والتوقيتات الدستورية، غير أن خبراء القانون لهم رأي فيما جرى، فبنظرهم أن القرار الأخير لمجلس النواب غير دستوري، ويؤكدون أن المواعيد والإجراءات التي تتعلق بقانون الانتخابات لا يمكن تجاوزها إلا بقرار من المحكمة الاتحادية. وبكل الأحوال فإن الأمر بات منوطاً ومتعلقاً بتفسير المحكمة الاتحادية الذي قدمه الرئيس برهم صالح.
وعلى خلفية انتهاء الدخول بالمحظورات الدستورية عاد مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى. وذكر بيان عن المجلس أن القرار جاء نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب الدستور دون اختيار رئيس الجمهورية، واستنادا إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 بينا أن الترشيح سيستمر لثلاثة أيام بدءا من تاريخ الإعلان. من جانبه وصف النائب باسم خشان قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بالمخالفة الصريحة لمضامين الدستور العراقي. خشان قال إن الدورة النيابية بدأت بفوضى وانتهاكات متتالية للدستور، مشيرا إلى أنه ليس من حق رئيس المجلس أن يتخذ قرارا بنفسه أو بالاتفاق مع نائبيه، مضيفا إن كل قرارات المجلس تتخذ وفق مبدأ الأغلبية البسيطة وفق ما تضمنته أحكام المادة 59 من الدستور، مؤكدا مضيه بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بهذا القرار. تعيد رئاسة المجلس التشريعي السباق نحو منصب الرئيس إلى مربعه الأول، فبعد أن أخفق المجلس في تحقيق نصاب كامل لجلسة السابع من شباط والتي ترى أنها من الممكن أن تكون بداية للملمة البيت الكردي وخلافاته. مع انتهاء المدة الدستورية لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية، تعيد رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح مجددا بعد إخفاق الجلسة الماضية في تحقيق النصاب القانوني الملزم للتصويت، عودة أدخلت البيت التشريعي في دائرة السجال القانوني حول دستورية هذه الخطوة، والتي يتزامن معها إصرار أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية. هيئة الرئاسة الموقرة بلسان مجلس النواب سمعت بالإعلام، لكن لا يوجد بديل للسيد هشار زيباري كحزب الديمقراطي، بديل الأستاذ هشار زيباري هو الأستاذ هشار زيباري نفسه. ويذهب نواب آخرون إلى أن تكون خطوة فتح باب الترشيح مجددا كأحد السياقات الاجتهادية لحلحلة الإشكالية الحاصلة حول منصب رئاسة الجمهورية في ظل عدم وجود مادة صريحة تمنع التمديد أو فتح باب الترشيح مرة أخرى. الفراغ الدستوري خطر جدا، فراغ الدستوري بداية دورة لمجلس النواب يشكل علامة نذر يعني خطيرة حقيقة، من تجي تتجاوزها بإجراءات قد تكون هي إجراءات يعني أساسها هو لعبور هذا الخانق الدستوري، هاي المشكلة الدستورية. بالنتيجة نأمل أنه خلال هاي الفترة المقبلة يصير اتفاق على عملية اختيار رئيس الجمهورية ليمثل وحدة البلد. هذا وتقدمت بعض القوى النيابية إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة الجمهورية. وها هو باب آخر للترشيح يفتحه البرلمان مجددا بانتظار توافق سياسي لحلحلة الأزمة الراهنة. من داخل مجلس النواب مصطفى الوش، الرابعة. أولى ملفاتنا نناقشها في الحدث الذي تخصص وتسيد المشهد العراقي وأثار الكثير من علامات التعجب والاستفهام، وهو جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. نناقشه مع ضيفنا عبر سكايب دكتور ماجد مشابس الخبير القانوني. بداية نرحب بك دكتور ماجد. حياكم الله، تحية طيبة لجنابك الكريم ولسادة قناتكم ومشاهديكم الكرام. فقط للتصحيح الدكتور ماجد مجباس. شكرا جزيلا للتصحيح دكتور مجباس، شكرا لك. إذن في البدء، يعني جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تخللتها مقاطعة علنية، أيضا نصاب غير مكتمل، ومرشح تجمع ترشيحه مؤقتا. هل هذا خرق التوقيتات الدستورية؟ يعني كيف يفسر ذلك؟ نعم، حبذا لو انه الوقت لو سمحت، لانه فيها في تفاصيل حتى المعلومه تصل متكامله للمتلقي. تفضل. ابتداء لابد من الاشاده بالاخوه النواب الذين حضروا جلسه مجلس النواب، واشيد من وجهه نظر مختص شكرا لاحترامهم لمراكزهم القانونيه، وشكرا لاحترامهم لتطبيق المادة 50 من الدستور، وهي المادة
التي تتعلق بأداء اليمين الدستورية والمهام التي يطلع بها عضو مجلس النواب العراقي بموجب هذه المادة واحترامه لليمين الدستوري. هذا جانب. جانب آخر، مسألة المدد الدستورية ومسألة إعادة الترشيح، خلي نفصل الموضوع. المدة الدستورية لرئيس الجمهورية ومسألة إجراء مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. ما يتعلق بالشق الأول والمدة الدستورية المحددة بالفقرة 2 من المادة 73 من الدستور العراقي التي نظمت مسألة 30 يوم لانتخاب رئيس جمهورية جديد. هذا الموضوع صحيح هو ما منظم في الدستور، ما موجود نص في الدستور في حالة عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد، لكن للمحكمة الاتحادية رأي سابق ولها حكم سابق بهذا الموضوع، وتحديدا بسنة 2010 عندما استفتيت بهذا الموضوع حكمت بالمسألة وقالت إنه من باب مبدأ استمرار الدولة، الدولة ما تتوقف، ومن باب أنه مهام الرئيس يجب أن تكتمل، ومدة 30 يوم هي لا تعتبر مدة سقوط، وإنما لا تعتبر مدة سقوط للترشيح لرئيس الجمهورية، وإنما هي مدة تنظيمية. نعم، مخالفة المدة التنظيمية يجب أن يلتزم مجلس النواب بالمدة وإن كانت تنظيمية، لكن في حالة مخالفتها لا يصار إلى سقوط الحق برئاسة الجمهورية، ومن باب استمرار الدولة لممارسة مهامها يستمر رئيس الجمهورية، وهذا فيه رأي سابق للمحكمة الاتحادية. إذن مسألة العودة على مدة جديدة وفتح باب الترشح مجددا من قبل الدعوة قبل أن أذهب، لو سمحت، قبل أن أذهب لمسألة فتح باب الترشح، العودة لمدة جديدة هذا إجراء سليم من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية تأسيسا لقرار المحكمة الاتحادية السابق، وبالإمكان الرجوع عليه، قرارها في 2010 بذات الاستفتاء المماثل بهذا الموضوع. ولكن بالشق الثاني وهو مسألة إعادة الترشيح، أنا أستغرب من أشخاص يدعون الاختصاص ويقول لا يوجد دليل للمنع. يا سيد الكريم، كيف لا يوجد دليل للمنع وقانون الترشيح لرئاسة، فضلا عن ما تفضلت به ما أشار به السيد باسم خشان من مسألة قرارات مجلس النواب تتخذ بالأغلبية، هذا جانب خليه إلي على جانب، ولكن النصوص التي وردت بقانون الترشيح لرئاسة الجمهورية نص آمر نص الترشيح، وبدلالة صريحة أشار يفتح باب الترشيح خلال 3 أيام بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبين. هل هو قانون رقم 8 لسنة 2012؟ نعم. هل هذا القانون الذي تتحدث عنه؟ نعم. المادة الثانية وردت بطريقة آمرة، والمختص يعرف النص الآمر. النص الآمر لا يجوز مخالفته بأي حال من الأحوال خلال 3 أيام من ماذا؟ خلال 3 أيام من يفتح باب الترشيح، من انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبي، وهذا الإجراء تم بسلامة. إذن مسألة فتح باب الترشيح الأول هو قانوني، أما ما تبقى من مسألة عدم انتخاب رئيس الجمهورية فهذا الإجراء الثاني وهو إجراء ماجد، شكرا للتوضيح هذا الأمر. الآن أنتقل بالسؤال عن الوثيقة التي سلمها رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية بخصوص مهام رئيس الجمهورية الحالي. هل يبقى مستمرا في مهامه أم ربما أن المنصب ماذا يعتبر الآن؟ فهل فسرت لنا هذه التفصيلات؟ نعم، يبقى مستمر في مهامه تأسيسا على مبدأ استمرار الدولة، والمحكمة الاتحادية لها قرار سابق كما ذكرت في هذا الموضوع، وقرارها السابق أنه يستمر رئيس الجمهورية أو تستمر رئاسة الجمهورية لحين انتخاب الرئيس الجديد، لأن المدة التي ذكرناها هي مدة تنظيمية، مدة 30 يوم، ولا تعتبر مدة سقوط بكل حال من الأحوال. لكن المخالفة الصريحة هي فتح باب الترشيح، مخالف
للمبادئ العامة بالدستور ومخالف للقانون، وكان حريا برئاسة مجلس النواب على الأقل، وإن كان الموضوع واضح كان على الدائرة القانونية أو مستشارية الرئاسة أن يقدموا لهم هذه المشورة، لكن على الأقل لو كان أصرت الرئاسة على الأقل كانت استفتت المحكمة الاتحادية في مسألة فتح باب الترشيح من جديد وعدم فتح. لكن دكتور ماجد اسمح لي، قبل قليل ذكرت أن هذا الأمر من الممكن أن يتحقق حسب المادة رقم 8 لسنة 2012. لا، ما ممكن أن يتحقق، ذكرت قلت حسب المادة 2 من قانون رقم 8 لسنة 2012 ما يتعلق بإعادة الترشيح. إعادة الترشيح يعني هذا القرار قابل للطعن حاليا، هذا القرار قابل للطعن مخالف القرار، لو سمحتي يا سيدتي الكريمة، لو سمحتي لتتضح الفكرة. نعم. لو سمحتي، الترشيح الأول دستوري وقانوني 100%، أما الترشيح أعلن عنه اليوم هذا ترشيح مخالف للدستور ومخالف كذلك للقانون الذي استند عليه الترشيح نفسه، يعني نفس كتاب الترشيح اليوم الإعلان للترشيح هو مخالف لذات المادة التي استند عليها. نعم. لذات المادة التي استند عليها الترشيح الأول. الآن ما القيمة القانونية للترشيح الأول الذي هو تم وفق القانون؟ هل سقط بالتقادم؟ هل هذا الترشيح ترشيح إضافي؟ هذا الموضوع مخالف للقانون تماما. طيب دكتور ماجد مجابس الخبير القانوني، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. وفي ذات ملف منصب الرئيس الجدلي، جدد الديمقراطية الكردستاني تمسكه بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري، مؤكدا أنه سيمضي بالسباق نحو منصب الرئيس بعد حسم المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضده. هذا وصرحت المتحدثة باسم كتلة الديمقراطية النيابية فيان دخيل، حيث قالت إن المحكمة الاتحادية أصدرت الأمر الولائي قبيل موعد جلسة اختيار الرئيس بأقل من 48 ساعة، وهم لم يسعف الديمقراطي بتغيير مرشحه. وأضاف الدخيل إن كل التهم التي توجه لزيباري هي ذات دفع سياسي، والمحكمة ستضع قولها الفصل وبعدها سنمضي بالسباق الرئاسي كونه استحقاقا انتخابيا بحسب قولها. هذا وأكد كفاح محمود المستشار السابق لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني إن فتح أبواب الترشح لرئاسة الجمهورية مجددا سيكون أحد الحلول المرضية للجميع. وقال محمود إن ما حدث هو فرصة جيدة من أجل مزيد من المباحثات بين معظم المتنافسين على مقعد الرئاسة وحول إمكانية التوافق بين الديمقراطي والوطني حول مرشح واحد. وبين محمود إنه لا تزال الأبواب مشرعة بين الحزبين، خاصة إن طرفي النزاع الشيعي يحاولان الوصول إلى توافق بينهما، وأهم أعمدة توافقهما هو التوافق الكردي. ما زالت شواطئ البيت الكردي تعاني هالموجات الارتدادية لتسونامي الخلاف الذي ضربها. منصب الرئيس كان أقوى تلك الهزات، والذي ولد شرخا في العلاقة بين مكونات التركيبة السياسية الكردية والتي يصعب التكهن بنتائجها على المستقبل القريب. الأقرب إلى الرئاسة كما كان يعتقد الحزب الديمقراطي على حكم تحالفه وقربه من التيار الصدري وتحالف السيادة بات بعيدا تماما، والاتحاد الكردستاني دخل على خط التزمت بروح المنافسة والتمسك بمرشحه المختلف عليه برهم صالح، تاركا خلفه ضبابية مشهد إصرار البارتي على حسم منصب الرئاسة لصالحه. التوترات اللي حصلت بالمستوى العام في المناخات السياسية العامة بالقوى السياسية قد يؤجل أو يعطل عملية تمرير
ذلك اختيار ذلك الشخصية لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي قد تكون لدينا في هذه المرحلة هي صعوبة تمرير رئيس الجمهورية وفق التفاهمات السياسية، وإن كانت هنالك يعني إلزام من بعض القرارات للمحكمة الاتحادية في تغيير الشخصية المرشحة، لكنها لا تؤثر أو لا تعطل صياغة وسياق التفاهمات ما بين القوى السياسية. الانقسام الكردي ودخول حزبيه كلا بذراع مختلفة للبيت التشريعي أعطى شرعية لتعميق الأزمة بين الكتل السياسية الأخرى، والدليل الشاهد هو لجوء الحزب الديمقراطي إلى صرامة الخطاب مع الاتحاد الكردستاني محتميا بأصدقائه أصحاب المقاعد البرلمانية الكثيرة، لكن اعتراض الصدرة وأمر المحكمة الاتحادية الولائي ضربتان هشمت أمل زيباري بعرش رئاسة الجمهورية. حزبين حول كل منهم يتمسك بمرشحه، اليوم البارتي يتمسك بالسيد هوشار زيباري كمرشحه الوحيد، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لليكتي يتمسكون بالتمديد لولاية ثانية للسيد برحم صالح. بالتالي هنالك العديد من مرشحين التسوية، وممكن أن يتم طرح شخصية جديدة أن يكون كمرشح تسوية من قبل اليكتي، وبالتالي يحسم الأمر. هنالك مفاوضات جارية بين مع التحالف السيادة ومع أخوة في الإطار والتيار، باعتقادي أن كود سوف يكون في صف الجهة التي سوف تصوت للسيد هوشار زيباري. ورغم تراشق حوارات العناد بين الحزبين الكرديين وخلافهما المتوتر، إن المعالجة ستكون بنظر مراقبين مرشح التسوية والتوافق في حال تراجع الطرفين عن زج الحطب في أزمة تولي منصب الرئيس المشتعلة والشخصية الأجدر وفق معطيات الأقطاب السياسية المؤثرة. ولعل خلاف الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي على منصب الرئيس حمل في جعبته الكثير من الخلافات وعدم الاتفاق، ما جعل خيار التفاهم على الشخصيات المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية حبيس التحالف مع الكتل السياسية الأخرى. أحمد ليث بغداد، الرابعة. هذا الملف نتابعه مع ضيفنا عبر سكاي برهان شيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. بداية نرحب بك سيد برهان. تحية لكم وللمشاهدين الكرام، يا أهل مصر. حياك الله وشكرا لقبولك الدعوة. إذن إعلانكم الطعن بفتح باب الترشح لمنصب الرئيس وعزوتم ذلك إلى طابع سياسي، ربما أتساءل عن الأسباب الفعلية لهذا، إذا كان ستقدمون الطعن بهذا الأمر، وأيضا رغم أنه ربما قد يفتح آمال لحوارات بينكم وبين الديمقراطي الكردستاني وبالتالي إلى توافقات، فما هي الأسباب الفعلية؟ تفضل. نعم طبعا، نحن في بلد لديها مؤسسات ولديها محكمة اتحادية وقضاء مستقل، والمحكمة الاتحادية أثبتت خلال أيام الماضية بأن في كثير من الأمور والمشكلات لها رأي وحسم الأمر وله السلطان على القضاء. مسألة فتح باب الترشيح مرة أخرى من قبل رئيس المجلس النواب وهيئة الرئاسة للبرلمان هو خرق قانوني والدستوري، ومنذ ظهور عند إعلان هذا القرار هناك كثير من الخبراء وفقهاء القانون والدستور يعتبرون هذا خرقا كبيرا للقانون والدستور العراقي وليس للرئيس البرلمان وهيئة الرئاسة. خل فتح باب الترشيح مرة أخرى هذا خرق قانوني وعليه يرفع الدعوى إلى المحكمة الاتحادية، ونحن بانتظار القرار المحكمة الاتحادية كما في السابق في مسألة هوشار زيباري وعادي عن سباق الرئاسة وكثير من ننتظر رأي المحكمة في هذا الصدد. طيب دكتور برهان، إذن أو عفوا سيد برهان، أتساءل يعني إعلان الديمقراطية عن إصراره مجددا على مرشحه هوشيار زيباري وأنتم أيضا تدعمون ومصرون على مرشحكم السيد صالح، أتساءل يعني هل ربما قد نجد هناك أبواب تفتح للتوافق والحوار بينكم وبين الديمقراطي حتى الدقائق الأخيرة من التوقيتات الدستورية، أم أن هذا الأمر محال؟ نعم نحن لدينا مرشحنا ونعتبر منصب رئاسة الجمهورية من حصة حزبنا حسب اتفاقات المبرمة بين الحزبين في إقليم كردستان
أداء مرشحنا وسيرتها الذاتية وسيرتها النزيهة والنظيفة خلال السنوات الماضية، وليس لديها أي شيء من شبهات الفساد وأي من هذا القبيل، ولكن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشحه المستبعد من المحكمة الاتحادية والسمعة السيئة، ومشاهدنا أيام الماضية من المظاهرات وما كتب عليه من في صفحات التواصل الاجتماعي في الصحافة العراقية كثير من المراكز، هذا يعني يجب على الحزب الديمقراطي أن مراجعة هذه القرارات والعودة إلى المنطق العقل والحوار، ونحن بدورنا كاتحاد الوطني الكردستاني أبواب مفتوحة أمام جميع القوى والحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تقريب وجهات النظر ومن طيب أجل حل. سيد برهان. نعم سيد برهان، أنتقل بسؤال آخر إلى هناك الكثير من المساومات التي شابت الموقف الكردي في بداية الترشح للرئاسة المنصب الفخري حسب ما تداولت مصادر. الآن يعني هناك ربما مساومة أخرى تطرح على الوسط، وهي حقول نفطية في كركوك، وأيضا سابقا كان منصب محافظ كركوك. أتساءل يعني الثمن الذي يتم الحديث عنه في الأروقة السياسية كبديل للتراجع عن منصب الرئيس، ما دقة هذا الحديث؟ وهل ربما قد نشهد مساومة فعلية على حقول النفط ومنصب المحافظ؟ منصب المحافظ كركوك أول شيء هو في السابق حسب الاتحاد الوطني الكردستاني وفي جميع الانتخابات المحلية والبرلمانية من مجلس النواب في الكركوك منذ 2005 الحزب الذي حاز على درجة أكبر عدد من الأصوات هو الاتحاد الوطني الكردستاني. عليه الاتحاد الوطني الكردستاني له أحقية والفضل لأن يحصل على منصب محافظ كركوك، هذا من ناحية القانونية. سيد برهان اسمح لي قبل أن تكمل حديثك إن سمحت، أستميحك عذرا على المقاطعة، لكن لكي أستفهم بطريقة تفصيلية واضحة، يعني منصب محافظ كركوك غير قابل للتفاوض وغير قابل للتوافق والحوار مع الديمقراطي الكردستاني، ستكونون مصرون عليه، هل هذا ما تقصده؟ نعم بالتأكيد، هو منصب محافظ كركوك حصة الاتحاد الوطني الكردستاني حسب عرف حرف الديمقراطي حسب أصوات الانتخابات، هذا من حق الاتحاد الوطني الكردستاني. أما مسألة أعبار النفط ليس ملك أحزاب، هو ملك الشعب العراقي حسب الدستور العراقي، الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، وليس لأي حزب أو قوة سياسية يستطيع أن يتفاوض عليه، أن يساوم عليه في أروقة سياسية وفي مزايدات سياسية وفي صفقات سياسية. نحن نشجب هذا جملة وتفصيلا، وثروات العراق يجب أن يخصص لخدمة العراق للنهوض بالعراق لبناء إعادة الإعمار العراق، مناطق منكوبة، مناطق مدمرة بالحرب داعش. سيد برهان، حروب صدام حسين، الشعب العراقي وضحت الصورة، ليس للأحزاب والقوى السياسية وعائلات. وضحت الصورة. سيد برهان الشيخ رؤوف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. نبقى في المشهد السياسي. أكد النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي أن إجراء جلسة البرلمان يوم أمس هو تحصيل حاصل لعدم وجود شخصية متفق عليها لرئاسة الجمهورية، لذلك أن المقاطعة تعتبر حقا دستوريا مارسته الكتل السياسية. وأضاف الحمامي أن نواب الإطار يعتبرون أنفسهم الثلث الضامن للسير العملية أو لسير العملية السياسية بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن خطوة الإطار القادمة هي التفاهم من أجل التوافق مع
الكتل السياسية، داعيا الكتل الأخرى للعودة إلى رشدهم وترك التعنت والعناد للاتفاق لتسيير الأمور بالطريق الصحيح. في السياق ذاته، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر حسم موضوع مشاركة الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة. وقال جعفر إن تفسير المحكمة الاتحادية بشأن الثلث المعطل منح الإطار التنسيقي قوة إضافية، ما يعني أن دخوله في الحكومة المقبلة سيكون محسوما، مؤكدا إنه بخلاف ذلك أن رئيس الجمهورية لن يمرر بوجود ثلث معطل للتصويت على الرئيس، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف ترشيح زيباري سيحتم على القوى المتحالفة التراجع عن مواقفها السابقة. في معرض الرد على تداول اسم رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي كمرشح تسوية لإعادة تدويره في منصبه، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي ترشيح الكاظمي لولاية ثانية بالحلم الذي لا علاقة له بالواقع. وقال السلامي إن الحكومة المقبلة توافقية مشتركة والكاظمي خارج حسابات الجميع، مشيرا إلى أن تضامن بعض الجهات والأحزاب السياسية للتجديد لرئيس حكومة تصريف الأعمال مرة أخرى لا يقدم ولا يؤخر، كون شخصية رئيس الوزراء استحقاقا شيعيا على مبدأ التوافق بين الكتل. إلى ذلك، نفت عضو ائتلاف النصر راقي الخزعلي ما تردد من أنباء عن موافقة الائتلاف على تجديد الولاية للكاظمي بحال ترشيحه من قبل التيار الصدري. الخزعلي في تصريح صحفي أوضح أن الإطار التنسيقي ما زال مصرا على موقفه السابق برفض التجديد لرئيس حكومة تصريف الأعمال وبشكل قاطع، مشيرة إلى أن الملاحظات السلبية التي ثبتتها قوى الإطار خلال أداء الكاظمي لمدة توليه رئاسة مجلس الوزراء دفعت الإطار للتمسك بموقفه الرافض له. أزمة ما زالت تشتعل داخل البيت الشيعي، لم تستطع كم المبادرات من حسمها أو تخفيف وطأتها والتي تنذر مع مضي التوقيتات الدستورية نحو المناطق الحرجة باشتداد دوامة تأثيراتها الجانبية. تحت خط النيران الجدلية ما زال التوافق الشيعي مفقود. مبادرات أطلقت من مختلف مكونات التركيبة السياسية داخل المشهد الشيعي، إلا أن تحقق نصاب الاتفاق لم يستطع التجسد بشكل نهائي على الأرض. الكتلة الصدرية ما زالت متمسكة بموقفها المشروط بالتحالف مع الإطار التنسيقي دون جزء أساسي وتأسيسي منه، في حين يستمر الأخير الرفض برغم المغريات المقدمة. القراءة ترى أن المكون الشيعي ما زال يملك فرصة أخيرة يمكنه من خلالها ترميم شتاته وإعادة نملمة أوراقه والدخول موحدا للقبة التشريعية ككتلة كبرى، لكن بشرط أن تتناسى القوى تاريخ السياسي الجدلي وأن تبدأ صفحة توافقية جديدة. هذه القراءة بقدر ما تكون مقنعة ومنطقية إلا أنها ليست واقعية بنظر رؤى أخرى التي ترى أن التيار الصدري سيستمر بحراكه الرافض لإدخال دولة القانون في الحسبة الحكومية الجديدة، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام استكمال العملية السياسية مسيرتها، كون دولة القانون إلى جانب ثقله السياسي يمتلك ثقلا نيابيا يخوله دخول التركيبة الحكومية من أوسع أبوابها. وفي ظل تزاحم الرؤى والقراءات تغيب ملامح المستقبل السياسي للبيت الشيعي الذي يبدو أنه لن يعثر على صفوه في المستقبل المنظور. هذا الملف نتابعه مع ضيفنا داخل الاستوديو السيد علاء الحدادي عضو ائتلاف دولة القانون. بداية نرحب بك سيد علاء. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن أتساءل بداية عن موقف الإطار التنسيقي ربما بما حصل في الآونة الأخيرة من في جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية، خصوصا أن الإطار قاطع هذه الجلسة، وأيضا الموقف الفعلي من فتح باب الترشح مجددا لرئاسة الجمهورية. تفضل. نعم، ابتداء تحية لكم ولكل السادة المشاهدين. ما حصل بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد يكون هو جزء من عمليات التفاهمات واستمرار عملية التفاهم مع التيار الصدري،
وأيضا يعني تقديم السيد هوشير زيباري كمرشح لرئاسة الجمهورية وما أثير حول السيد هوشير زيباري من ملفات، خصوصا وأنه مقال على يد التيار الصدري في الدورات السابقة، هذا قد يعني جعل موقف التيار الصدري حامل لواء حكومة الأغلبية وحامل شعار الإصلاح في موقف محرج أمام الجماهير. نعم. ذلك التعطيل جاء ابتداء هو من مقاطعة التيار الصدري. طيب. وأيضا إذا لاحظ التوقيت وعرض مرشح رئاسة الجمهورية كان في آخر يوم من الموعد الدستوري لاختيار رئيس الجمهورية، يعني هذا يعطينا تفسير أنه كانت هنالك محاولات لقد تنفتح باب لحوارات جديدة، أو كان التيار الصدري يعني يأمل أن يأتي جزءا من الإطار حتى يتمكن من تمرير الحكومة، على اعتبار تفسيرات المحكمة الاتحادية بمسألة الاختيار رئيس الجمهورية بالثلثين والتصويت بالثلثين. هنا كان التيار بحاجة إلى 40 نائب حتى يقدر يمرر بأريحية أو بالأغلبية المطلوبة ضمن الدستور. طيب. بالمقابل كان الإطار يحتاج إلى 12 نائب حتى يحقق الثلث المعطل لعملية التصويت. هاي التوقيتات هي كانت من أجل الوصول لهذا التفاهم. إضافة إلى ممكن أن مبادرة السيد مسعود البرزاني التي جاءت على يعني بطريقة الوفد التي عرضت بالحنانة. سيد مسعود البرزاني مبادرته كانت يعني يأمل أن يحصل توافق ما بين الإطار والتيار، وهذا ما رفضه السيد مقتدى الصدر، يعني ظاهرا يعني بناء على التغريدة التي صدرت ما بعد الزيارة. يعني دائما السيد مقتدى الصدر عندما يكون هنا معترض على وفد أو مبادرة معينة يغرد بتغريدته المعتادة. فهنا صار مبدأ الخلاف، على اعتبار أن السيد مقتدى الصدر ماضي بتحالف ثلاثي وهنا متفقين. وهنا التمس تغريدة السيد الصدر حيث أعلن فيها تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية، لكن الإطار التنسيقي يعني وضع خطوة القادمة هي التفاهم من أجل التوافق مع الكتل السياسية، فهل ربما ستلجؤون إلى حوار، إلى تصرف بهذا الشأن؟ ما هي الوسيلة التي ستؤدي إلى الحوار مع الكتل السياسية؟ طبعا موقف الإطار بالتحديد ابتداء ينطلق من مشروع حرص على أن تستمر العملية السياسية في ظل ظروف ومناخ مناسب حتى نقدر نمضي بباقي الفقرات والملفات الأمنية والخدمية والاقتصادية بصورة سلسة. لذلك مسألة الحوار يعني ومرتكز عمل الإطار الآن هو ضرورة وجود الحوار، وهذه من النقاط التي لا يتنازل عنها باعتبار أن حرص على سلامة العملية السياسية تنطلق من هذا الجانب. أما إذا كان الدفع باتجاه أن يبقى الإطار معارض، بالتأكيد العملية السياسية القادمة ستشهد الكثير من الارتدادات، خصوصا مع وجود عدد نيابي كبير من شأنه أن يعطل الكثير من القرارات، وهذا ضمن المبدأ الأساس لعمل الحوار مع السيد الصدر. يعني إلى الآن هي القنوات موجودة للحوار، الآن هنالك يعني هل الوساطة الخارجية هي أحد القنوات؟ على اعتبار اليوم مسألة لكون أن هناك يعني مصادر تتحدث عن لقاءات السيد قاآني مع الإطار التنسيقي، وأيضا لقائه اليوم مع الصدر لربما حلحلة هذا الوضع والأزمة السياسية وأيضا تقريب وجهات النظر بينكما. يعني اليوم فهل هذا التأثير أو هذه الوساطة أو أحد القنوات كما ذكرت؟ كل قوة سواء القوة السياسية المحلية أو الداخلية تتحرك وتتفاهم وتعطي اشتراطاتها وفق المصلحة الوطنية وفق ما تراه من فائدة للعملية السياسية. اللاعب الخارجي أيضا يتحرك بما يخدم مشروعه وأمن الإقليمي على أقل تقدير. يعني اليوم بالتأكيد التحرك السيد قاآني هو لعلاقات بمسألة يعني الأمن الاستراتيجي، أمن المنطقة بشكل عام، بمصالح إيران الاستراتيجية بعموم المنطقة، لأنه الاختلال والاعتلال بالعملية السياسية في العراق مؤكد أنه ارتداداتها على عموم المنطقة. بالتالي اليوم حتى الإطار وسع من عمليات حواره، عندنا أيضا الآن قنوات للحوار مع الأخوة في الكرد، وأيضا أكو حوار مع الأخوة السنة. إذا عملية قنوات يعني فتح قنوات الحوار توسعت بشكل أكبر. إلى الآن الأمور ذاهبة باتجاه قد نشهد بالأيام القادمة
حلحلة لموقف الصدر باتجاه التفاهمات مع الإطار، وممكن نمضي بعملية سياسية توافقية. طيب إذا السيد علاء الحدادي عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي الكتل السياسية بتقديم أسماء مرشحيها للجان النيابية. الزاملي خلال اجتماع موسع مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين طلب قوائم المرشحين من النواب لعضوية اللجان، مشترطا توافر عنصري الخبرة والاختصاص والكفاءة في المرشحين لضمان مراعاة الفاعلية في الدور الرقابي والتشريعي. قالت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور في تصريح للرابعة إن رئاسات اللجان ستكون بيد النائب الأكبر سنا بين أعضاء اللجنة لحين حسم موقف الحكومة المقبلة والحقائب الوزارية. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تشارك في هذه الاجتماع، ونحن نؤكد على وجود التقنقرات لتسمية اللجان داخل البرلمان لكي تؤدي عملها وفق تطلعات المواطن العراقي. سيتم توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان البرلمانية يديرها رئيس السن في داخل اللجنة، وبعد تشكيل الكابينة الوزارية سيكون انتخاب لرئيس ونائب ومقرر في اللجان داخل البرلمان. أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن موازنة العام الحالي موجودة حاليا لدى وزارة المالية ومعدة ومكتملة، وقال صالح أن الموازنة يجب أن ترفع إلى مجلس الوزراء الحالي رغم أن الحكومة هي تصريف أعمال، إلا أنها ما زالت تعمل وفيها رئيس المجلس ووزراء، منوها إلى أن الموازنة الجديدة لا تختلف كثيرا عن موازنة 2022 وربما أو 2022 وربما هناك بعض الزيادات في مجالات الإيرادات والتحصينات وفيها من الاختلافات هنا وهناك. حذر رئيس كتلة تحالف قوى الدولة النائب فالح الساري من خطورة انعكاس الأزمة السياسية على تأخر إقرار موازنة العام الحالي، وأشار الساري في كتاب رسمي ووجه إلى رئيس مجلس النواب إلى خطورة انعكاس الأزمة السياسية على تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2022 بسبب تعقيدات تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، مطالبا رئاسة البرلمان بإصدار قرار تشريعي يلزم الحكومة بإرسال الموازنة للبدء بإجراءات إقرارها خدمة لأبناء الشعب العراقي. أكدت هيئة النزاهة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق إثر مخالفات في عقد مع شركة مستأجرة لقطعة أرض في ميناء المعقل. وذكر بيان للنزاهة أن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمر قبض وتحر بحق رئيس أحد دوابين الأوقاف سابقا لقيامه بإعفاء عدد من المديرين العامين أو المدراء العامين من مهامهم وإحالتهم على التقاعد، لافتا إلى أن محكمة تحقيق نينوى أصدرت أمرا باستقدام رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق عن تهمة الادعاء بقيام المتهم بالتسبب في فقدان عجلة أثناء سيطرة داعش على الموصل. الأخبار مستمرة من الرابعة. أمنيا، أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل قيادة عمليات ميسان بعد التوتر الأمني الأخير في المحافظة. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان على أن تتولى القيادة السيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة التي شهدت توترا أمنيا، مضيفا أن اللواء الركن محمد الزبيدي سيكون قائدا لقيادة عمليات ميسان.
إلى ذلك أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان بإجراء تغييرات كبيرة لمسؤولين أمنيين في المحافظة. وقال المصدر أن تغييرات كبيرة حصلت لمدراء أقسام وقواطع أمنية في محافظة ميسان بهدف تحسين أداء القطاعات والعناصر ضمن القواطع والأقسام التابعة لها، مبينا أن التغييرات شملت مدراء مراكز أمنية إضافة إلى ضباط تحقيق وغيرهم. هذا وتشهد محافظة ميسان تصاعدا في النزاعات العشائرية وعمليات الاغتيال، كان آخرها اغتيال قاضي مختص بمكافحة المخدرات. العشرات من المواطنين في محافظة ميسان يتظاهرون للمطالبة بالقصاص من قتلة القاضي المغدور أحمد الساعدي وإقالة محافظها على علي دواي بسبب تراجع الكبير على المستويين الأمني والخدمي في المحافظة. العجيب، نحن نتعجب على بعض من يدعون الإصلاح والجهات التي تدعي الإصلاح في عموم العراق بأنها تريد استنساخ التجربة السياسية لميسان لكل العراق، رغم أنها تجربة فاشلة أمنياً وعلى مستوى المشاريع والخدمات أيضاً. فعلى مستوى الجهات الأمنية فحصلت أكثر من 4 عمليات اغتيال بالقرب من قيادة شرطة ميسان، و100 متر عن مركز مكافحة الإجرام، و150 متر عن مبنى المحافظة. اليوم احنا مظاهرتنا أهم مطالبها هي أقالة رئيس اللجنة الأمنية محافظ ميسان بعد فشله ل 13 سنة. نطالب بأقالته فورا، وأقالة جميع مدراء الدوائر الفاشلين اللي صار لهم سنوات ما قدموا شيء للمحافظة، وأقالة قائد الشرطة اللواء ناصر الأسدي بعد فشله تولي قيادة شرطة ميسان. وأنتم تدرون أن القاضي أعلى سلطة قضائية. أعلن قائم مقام الموصل زهير العرجي تقديم استقالته من منصبه. وقال العرجي في مؤتمر صحفي داخل مبنى القائم مقامية إن الوقت قد حان لإفساح المجال للآخرين من أجل العمل، مشيرا إلى أن مافيات الأرض كانت أقوى من الدولة وأخذت ما تريد طيلة السنين الماضية بقوة السلاح. باستمرار صراع الأقليات في سهل نينوى المرافق لحوارات تشكيل الحكومة الحالية، ترتفع مجددا أصوات الرفض لكل أشكال المساومات التي تتمثل بمغادرة قوات الحشد الشعبي وإرجاع البشمركة تحت حجة تسميتها بالمناطق المتنازع عليها. تجد الأقليات في سهل نينوى مناطقهم الواقعة شمال غربي مدينة الموصل نفسها في آتون صراع محلي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، مثلما يجدون أنفسهم مضطرين للتمسك بالبقاء في أرض الآباء والأجداد مع كل العجز الذي يشعرون به في مواجهة القوى المتصارعة. ومع الحوارات لتشكيل الحكومة الحالية، أبناء الأقليات يرفضون جميع أنواع المساومات على أراضيهم خلال الصراع الحالي على تشكيل الحكومة. تباع هذه المكونات من قبل الكتل السياسية الكبيرة لإنجاح هذه العملية السياسية. لا، نحن لن نقبل. نحن كمكون شبكي والمكون يزيدي والمسيحي والعربي في سهل نينوى لن نقبل باعتداء أو استيلاء على خصوصياتنا. ولعل ما يعمق مشاعر الإحباط لدى أبناء الأقليات العرقية والدينية في سهل نينوى هو أن الحكومة المركزية ما زالت غير قادرة على حمايتهم أو القيام بأي تحرك يقلل من شعورهم بالخوف والتهديد. فاليوم بعد تواجد الحشد الشعبي لا يقبلون بعودة البيشمركة لمناطقهم تحت يافطة المناطق المتنازع عليها. نحن كأهالي سهل نينوى بصورة عامة بجميع الطوائف الصراحة ضد هذا القرار رجوع البيشمركة إلى مناطق سهل نينوى، باعتبار البيشمركة كانوا قبل 2014 موجودين بسهل نينوى، كنا نعاني من سيارات المفخخة. يعني نحن يمكن كنا خير ما بينا من أهالي سهل نينوى، إذا نام ما نعرف نصبح لو لا. أبناء سهل نينوى متعاونين مع لواء نينوى، والأمان موجود 100% في سهل نينوى. الصراع على مناطق سهل نينوى لا يتوقف، وهناك أطراف وقوى وأحزاب كردية تسعى للهيمنة على المناطق المحاذية للإقليم والمتنازع عليها مع السلطات الاتحادية،
يقابلها رفض من أبناء المنطقة. ورغم الاستقرار الأمني والاقتصادي التي تنعم بها المنطقة بسبب تواجد الحشد الشعبي، بينما يتخوف الأهالي من عودة الإرهاب والمساومة على مناطقهم بسبب الخلافات السياسية بين الفرقاء. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. أذكر بأبرز ما جاء. بعد الإخفاق في حسم منصب الرئيس، صالح يخاطب المحكمة الاتحادية للاستفهام حول موقفه الدستوري رئيسا للجمهورية. رئاسة مجلس النواب تعيد سباق رئاسة إلى نقطة البداية، والآمال معلقة بتوافق كردي يأتي مع آخر دقات التوقيتات الدستورية. بعد اغتيال قاضيها، الكاظمي يأمر بتشكيل قيادة خاصة بمحافظة ميسان، والتظاهرات تضرب شوارعها للمطالبة بإقالة المحافظ. ظاهرتنا أهم مطالبها هي أقالة رئيس اللجنة الأمنية محافظ ميسان بعد فشله 13 سنة. بطريقة الزحف الناعم، البيشمركة تعيد ترتيب أوراقها بالعديد من المناطق المحررة، ورفض شعبي واسع لعودتها في نينوى. الموازنة تغازل الواقع العراقي المأزوم، تحذيرات من الاستمرار بتأخير تمرير القانون، والحكومة تؤكد إن المشروع في أدراجها. إلى الختام وصلنا، السلام عليكم.